السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه التغطية. زيارة تونسية هي الثانية لوفد رفيع المستوى يترأس هذه المرة رئيس الحكومة هشام المشيشي، والهدف هو بحث علاقات التعاون بين تونس وليبيا. وعقب وصول الوفد التونسي عقد اجتماع موسع بمقر الحكومة لمناقشة الملفات المشتركة. تتزامن هذه الزيارة مع زيارة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء القطري إلى العاصمة طرابلس. فما هي الأبعاد السياسية لحضور هذه الوفود، وما هي أهدافها، وما الذي يمكن أن ينتج عنها؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش على ضيوفنا الكرام بعد أن نتابع هذا التقرير. بدأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارة إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد كبير يضم 4 وزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي ورؤساء المنظمات الوطنية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتتزامن زيارة المشيشي، والتي تستمر 2 مع استئناف أولى الرحلات الجوية بين تونس وطرابلس بعد توقف دام 7 أعوام، كما سيتم افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعاً مهماً لتعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة في مجال إعادة الإعمار. وفي مؤتمر صحفي جمع دبيبة بالمشيشي، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن بلاده على استعداد للتعاون مع الأشقاء الليبيين لأقصى درجة، ويداها ممدودة للاستثمارات والتعاون الثنائي. وتولي تونس اهتماماً خاصاً بالملف الليبي لانعكاساته المباشرة على الوضع الاقتصادي والأمني وحتى السياسي، وهي تتطلع اليوم إلى الحصول على حصة لشركاتها في مشاريع إعادة إعمار ليبيا وأخرى في سوق الشغل لليد العاملة التونسية. وبحسب الخبراء، فإن المعاملات التجارية بين تونس وليبيا تشهد انتعاشاً خلال الفترة الأخيرة بعد قرار إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، والتي ظلت مغلقة لفترة طويلة وسط آمال بإعادة التبادل التجاري بين البلدين إلى سنوات ازدهاره. وفي وقت سابق اتفق الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات من خلال تسريع عقد اللجان المشتركة العليا، وفق بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس التونسي إلى طرابلس. ووفقا للمصادر، فإن تونس تعلق الآمال على الاستقرار في ليبيا لإنعاش اقتصادها، خاصة أن الأخيرة لطالما شكلت متنفساً اقتصادياً لتونس، مشيرة في هذا الصدد إلى تأكيد المشيشي في أكثر من مناسبة أن السوق الليبي يعد سوقاً استراتيجياً واعداً لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي في طريق الاستقرار. فما هي نتائج هذه الزيارات وتبعاتها على أرض الواقع بين البلدين؟ مرحبا بكم من جديد. معي في هذه الحلقة دكتور عبد الحميد النعمي، المحلل السياسي هنا في الأستوديو، ومعي عبر سكايب السيد محمد التومي، الباحث بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس، وأيضا عبر سكايب الأستاذ عبد الله الكبير، المحلل السياسي. أرحب بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور عبد الحميد، كيف رأيت هذه الزيارات، زيارة الوفد التونسي رفيع المستوى والوفد القطري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؟ طبعا هذا الاهتمام اللي هو ليس غريب بالنسبة للليبيين وبالنسبة للقطريين والتونسيين،
لأن كلا البلدين تشارك مع ليبيا في مراحل عملية الانتقال السياسي اللي عشناها في ليبيا في تونس. نعم. فهناك الكثير من العوامل المشتركة، وهناك كثير من القضايا اللي تعاملنا معها بشكل مشترك. فهذه الزيارات يعني جاءت في وقتها، وبالإضافة أن هي في هذا الوقت بالذات يعني تعتبر عامل تفاؤل بالنسبة لنا احنا كليبيين. نعم. هذا يؤكد أن يعني هامش التفاؤل وهامش الإصلاح وهامش الاستقرار أصبح منظور يعني بالعين المجردة بالنسبة لجيراننا وبالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية. نعم. الآن معظمهم ينظروا لليبيا على أنها تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت يعني على أعتاب مرحلة البناء. نعم. ولذلك يريدون أن يكونوا حاضرين في هذه المرحلة ويشاركوا ويكون لهم نصيب في الاستثمارات ونصيب في المشروعات ويضمنوا مواطن شغل لشركاتهم. فإذا زيارة هذه الوفود يعني فعلا جاءت في الوقت المناسب، وطبعا بالتأكيد بالنسبة لليبيا لازالت يعني في جميع الأحوال لازالت محتاجة بالذات لتونس وقطر. لأن القضايا اللي بديناها في مرحلة الثورة وفي مرحلة الانتقال السياسي ما زالت لم تكتمل. نعم. يعني لازلنا في شراكة بحكم تطور الأحداث في المنطقة. نعم. في شراكة فعلية يعني اقتصادية وسياسية واجتماعية مع تونس ومع قطر ومع تركيا. نعم. بالذات في هذه المرحلة. نعم. ولذلك يعني لابد من اغتنام هذه الفرصة ووضع مشاريع جادة. نعم. لتوثيق العلاقات بين هذه الأطراف. نعم. طيب أستاذ محمد تومي يرحب بك مرة أخرى. يعني ليبيا كما الجارة تونس تعاني من أزمات اقتصادية، فضلا عن الوضع السياسي والأمني ربما غير المستقر بتفاوت نسبي طبعا بين البلدين. السؤال يعني هنا لك سيد محمد، هل أو كيف يمكن للبلدين الاستفادة من بعضهما في معالجة هذه الأزمات سواء منها السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية؟ أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين لقناة التناصح، القناة الجادة فعلا في طرح القضايا التي تهم ليبيا وتهم الانتقال الديمقراطي في كلا البلدين. تونس نحن يعني قلوبنا وعقولنا مع ليبيا التي تمثل منبجسا منطلقا آفاقا رحبة للتعامل الجدي في بلاد تجاوزت في الحقيقة. تونس ما زالت في هذه الظروف الدقيقة خاصة المستوى الاقتصادي أصبح ظاهرا للعيان في الحقيقة. هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء وكل الوفد الذي رافقه في ظرف وطني وإقليمي ودولي دقيق للغاية معلوم يعني هذا كذا. إضافة للمشاكل الاقتصادية هناك مشاكل سياسية جمة بين الفرقاء السياسيين، وهذا وصل إلى حد نحن نسميه هنا في تونس حد التهارش والتهارج. هذا المسألة إذا في الحقيقة يعني أثرت على المردود الإنتاجي والكذا. هذه الزيارة هي تأتي سيد محمد، يبدو هناك مشكلة في الصوت. عفوا. نعم نعم، لو تعيد العبارات الأخيرة لأن حدث مشكلة في الصوت. نعم. قلت إضافة لهذه المثبطات في المستوى الدولي المستوى الإقليمي المستوى الوطني التونسي. نعم. هناك البشائر التي نحن ننظر إليها كبشائر. أولا وضع ليبيا في إطار السكة الحقيقية في هذا التصالح وإنشاء البوصلة الحقيقية للانتقال الديمقراطي، وأن تجني ليبيا ثمار الثورة المجيدة. نعم. الأمر الثاني أن ما يحدث الآن في المستوى الإقليمي وخاصة الانتصار الذي حدث في غزة في المقاومة، وهو الذي سيحدث عنه وهو الذي حدث عنه تراجع قوى ما يسمى بالثورة المضادة. هذه الثورة المضادة التي عانت منها ليبيا وتعاني منها تونس كثيرا، والتي تترأسها
بعض القوى الإقليمية التي يعلمها الجميع. إذن هذه الزيارة أيضا جاءت بعد زيارة فاشلة لرئيس الدولة، والجميع أصبح يعلم أن هذا الرئيس القيس سعيد يعني ما الذي يفعله في إطار الدبلوماسية التونسية التي مثلت في كل تاريخ تونس يعني مدرسة البرغيبية في مستوى الدبلوماسية الخارجية. إذن هذا كلنا وكل الملاحظين السياسيين نتساءل ما الذي يفعله رئيس الدولة؟ هل يتعامل تعامل ضدي لدولته؟ هل يشي بدولته؟ خاصة في إطار الزيارة الأخيرة لفرنسا وكذلك الزيارة التي قام بها لليبيا. إذن هذه الزيارة في الحقيقة أستاذ يعني جاءت في موعدها، جاءت في إطارها الدبلوماسي الحقيقي بعدما أن رافقه وفد وزاري تقريبا كل الوزراء الذين رافقوه. إضافة إلى هذا هناك من المرافقين أيضا ما يقارب 150 مؤسسة صناعية وإنتاجية، أيضا الأمين العام للاتحاد الشغل، إضافة للصناعة والتجارة. وهذه الوفود أكيد أنها تبتغي الانتقال مباشر للتنفيذ، لكن هذا أيضا هناك صعوبات كبرى التي رأينا أن الرئيسان يعني رئيس الوزراء سواء الدبيبة والمشيشي قد وضعاها على الطاولة. نعم. وهذا الذي نريد أن نتحدث فيه. نعم أستاذ عبد الله الكبير، ورحب بك. يعني بالتزامن مع زيارة الوفد التونسي رفيع المستوى، أيضا بعد ظهر اليوم وصل إلى العاصمة الليبية الوفد القطري الكبير، و يعني التقى برئيس الحكومة ووزيرة الخارجية، وصرح وزير الخارجية قطر بأن الدبلوماسية القطرية ستسخر كل إمكانيات لدعم الاستقرار في ليبيا. يعني ما تأثير هذه الزيارة في رأيك؟ هل لها مؤشر معين كما ذكر قبل قليل الدكتور عبد الحميد هنا بأن الكل بدأ يدرك بأن مرحلة ربما البناء قد بدأت في ليبيا، ومرحلة الخطر ربما أخذت في الانحسار والانحدار؟ نعم، تحية طيبة لك دكتور فوزي وللضيفين وللسادة المشاهدين. مرحبا بك. في الحقيقة أنا ربما أختلف قليلا مع الدكتور النعمي في مسألة انحسار الخطر أو تراجع احتمالات شن حرب جديدة من قبل حفتر وداعميه. نعم. اعتقادي أن هذا الخطر ما يزال قائما، ومع ذلك ثمة مؤشرات وتم حراك يدعونا للتفاؤل بأن ربما تكون الحرب الأخيرة على طرابلس هي آخر الحروب، وبأن البلاد ماضية في الاستقرار حتى وإن كان بشكل نسبي، حتى وإن كان المسار بطيء وطويل، لكنها ماضية في طريق الاستقرار. مسألة زيارة الوفود تباعا إلى ليبيا وآخرها زيارة رئيس الحكومة التونسي ووزير خارجية قطر ونائب رئيس الحكومة، هاتان الزيارتان لهما هدفان مختلفان. زيارة رئيس الحكومة التونسي ذات طابع اقتصادي، بالنظر إلى الوفد الذي رافق رئيس الحكومة والممثل في 4 وزارات كلها معنية بالاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى منظمات ذات طبيعة خدمية والاتحاد العام للشغل، الاتحاد العام للصناعات والصناعات التقليدية، أيضا أكثر من 100 رجل أعمال، وافتتاح هذا المعرض التونسي الليبي المشترك. إذن هذه الزيارة ذات طبيعة اقتصادية نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس الآن بسبب جائحة كورونا وتراجع معدلات السياحة وازدياد نسبة وارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب الأزمة السياسية التي ربما انحصرت قليلا بسبب الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول بعض الشخصيات الوزارية. إذن هذه الزيارة ذات طابع اقتصادي، ولأن الجوار يحتم على البلدين على ليبيا وتونس التعاون ومساندة بعضهما البعض، فالحقيقة أن كلمة السيد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن ليبيا ستقف مع تونس في هذه الأزمة وستفعل اتفاقيات وشراكات قديمة بين ليبيا وتونس وسيفتتح خط بحري وخط بري وخط جوي، وقد بدأت الخطوط التونسية تعمل من طرابلس، كلها أخبار تثلج الصدر، لأنه بالفعل لابد أن
نقف مع الشعب التونسي كما وقف معنا طوال السنوات والعقود بل والقرون الماضية، لأننا قريبون جدا من بعضنا. أما بالنسبة لزيارة الوفد القطري فهي زيارة ذات طابع سياسي، تأتي لتأكيد موقف قطر من الحل السياسي في ليبيا. قطر منذ بداية الحوار في الصغيرات وحتى ما سبقه وكانت مؤيدة للحلول السياسية ورافضة للحرب وتصدت لمحور الشر الذي يؤجج الصراع في ليبيا، وكانت في كل المحافل الدولية والدبلوماسية كانت مساندة للحلول السياسية، ولا صحة لأنها تؤيد اتجاه معين في ليبيا، بل هي مع التغيير ومع الثورة، وليس لديها اتجاه معين تدعمه في ليبيا، بل هي تدعم كل من يقف مع حراك التغيير في ليبيا وكل من يقف مع الحلول السياسية. وقد تحملت قطر الكثير بسبب هذا الموقف الداعم لثورات الربيع العربي. تأتي زيارة السيد محمد آل ثاني وزير خارجية قطر لتأكيد هذا الموقف ولدعم حكومة الوفاق الجديدة، خاصة وأنه سبق لقطر أن اعتذرت عن استقباله بسبب عدم التنسيق عندما زار السيد الدبيبة الكويت ثم زار الإمارات. هذا تعليقي بشكل عام عن الزيارتين، ومع الاستمرار في الحلقة إن شاء الله سنفصل أكثر. نعم. دكتور عبد الحميد، يعني في ظل هذه الحكومة الجديدة التي على الأقل ظاهريا استمراريتها ستكون لمدة أشهر، وفي ظل التجهيز للمعركة الانتخابية القادمة، هل ترى لهذه الزيارات يعني تأثير في هذا الواقع السياسي؟ هذه الزيارات تعتبر بداية لمشاريع جديدة، وبداية لعملية يعني تبادل تجاري وتعاون في المستقبل. لكن طبعا من المستبعد سواء كان بالنسبة للحكومة في ليبيا أو الحكومة في تونس أن يعني تتاح لها الانخراط في مشروعات كبيرة. يعني الحكومتين لا يزال يعانيان من نفس الإشكاليات. يعني كل حكومة عندها ضغوطاتها الداخلية اللي ما تمكنهاش من الانخراط في مشاريع بعيدة المدى. طبعا المشاريع الاستثمار والبنى التحتية ومناطق التجارة الحرة وفتح خطوط المواصلات والمشاريع المشتركة، هذه كلها تطلب حكومة مستقرة وعندها ميزانية محددة. فإذا الحكومتين لازالوا يعانوا من نفس الإشكاليات، وخاصة بالنسبة لليبيا. يعني ربما بالنسبة لتونس الإشكالية أقل، ولكن بالنسبة لليبيا طبعا الحكومة يعني أولا مقيدة بمدة معينة ومقيدة بميزانية معينة، وأيضا أمامها الاستحقاق الانتخابي. يعني لازال حتى الأفق السياسي متاعها يعني ضبابي، يعني غير واضح. وبالتالي لا يتوقع من الحكومة الدبيبة أن هي تنخرط في مشاريع كبيرة ومشاريع بعيدة المدى والتزامات دولية كبيرة، لأن حتى من ناحية قانونية يمكن أن يطعن فيها. يعني هي هدفها الأساسي هو التمهيد للانتخابات، وبالتالي يعني يستبعد أن تعطى لها إمكانية للخوض في مشاريع كبيرة سواء بالشراكة مع تونس أو غيرها من الدول. ولكن هي مجرد إعلان مبادئ، وعلى المبادئ خلينا نقول حتى غير مدروس، يعني مجرد عاطفي. أنا ما نبيش نقول أن الزيارة هذه لم يتم الإعداد لها بشكل جيد. طبعا شفنا أن فيه وزارات مختصة وبالتأكيد عندها ملفات معينة، وشفنا الاتحاد التونسي للشغل وبالتأكيد عندها قضايا معينة في جعبته. ولكن بشكل عام يعني مثل هذه الزيارات يتم التحضير لها بشكل كبير، وتكون الملفات جاهزة للتوقيع، مثل ما شاهدنا مثلا زيارة السراج لتركيا. السراج يعني ذهب مباشرة من أمريكا لتركيا، وتركيا عندها هذه الملفات موجودة من 2004 و2007 وتعاطت مع هذه الملفات حتى مع النظام السابق. إذن الملفات موجودة والدراسات موجودة. فهنا بالنسبة للحالة التونسية ما عندناش، يعني عندنا مجرد يعني مشاريع فضفاضة مثل المنطقة التجارية،
مثل يعني منطقة التجارة الحرة، مثل إنشاء مثلا خطوط بحرية، مثل فتح الخطوط الجوية إلى آخره. هذه كلها أفكار عامة. شفنا أن الدبيبة يعني واحدة من تصريحاته بيقول أن ليبيا وتونس يجب أن تكون دولة واحدة. طبعا هذا كلام ما ليش قيمة سياسية، يعني هذا كلام عاطفي، عاطفي ويرجعنا إلى شعارات الأولى في السبعينيات. يعني هل نحسب عليها أنه هو مثلا قدم اقتراح لوحدة اندماجية مع تونس، أو لبناء دولة كونفدرالية بين ليبيا وتونس أو فيدرالية؟ يعني الرجل لم يقدم مشروع، احنا ما شفناش في الإعلام ولا صحفي أو محلل سياسي وقف عند النقطة هذه. نعم، اعتبروا فيه كأنه يعني مجرد كلام عاطفي وخلاص، كلام عاطفي ما ليش قيمة. نعم، إذا هذه الزيارة ونحن نتمنى ذلك، لكن نتمنى ذلك، ولكن في الوقت الحالي زي ما تفضلت بالسؤال نتاعك، في الوقت الحالي الحكومة ليست بصدد الخوض في مشاريع من هذا النوع. نعم، لا مشاريع سياسية ولا مشاريع اقتصادية. نعم، يعني مجرد تأكيد حسن النية وتأكيد نوايا وتأكيد على حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين الأطراف. نعم، سيد محمد توم، يعني لو نعقد مقارنة بين زيارة عذرا الرئيس قيس سعيد وزيارة رئيس الوزراء المشيشي والوفد الكبير المرافق له، أين يمكن أن نضع كلا الزيارتين، خاصة موقف الحقيقة قيس سعيد في أثناء الحرب على طرابلس؟ يعني كان موقف يعني لم يكن مرضيا عنه، يعني هو قال نحن نقف بالحياد، وربما حتى وقف إلى حد ما حجر عثرة أمام الدعم التركي للحكومة الشرعية في أثناء الحرب على طرابلس. فعلا أستاذ، هو هذا أمر محير، وكنت ضيف من ضيوفك يعني في المرة الفارطة لما قدم إليكم السيد الرئيس. نعم، قيس سعيد. نحن إلى حد الآن نتساءل يعني ما الذي فعله قيس سعيد في تلك الزيارة التي دامت ساعتين. أكثر من استعطافه الساسة الليبيين أن تكون فرنسا موجودة في تحت يعني فوق الطاولة في المفاوضات. أكثر من هذا لا وجود لمشروعات، لا وجود لبرامج، لملفات التي أخذها معه، وأخذ معه نادي عكاشة فقط مديرة الديوان. أكثر من هذا لم نعرف من أخذ أخوه يعني نوفل سعيد. في الحقيقة هذه نوع من العبثية المتواصلة لقيس سعيد السيد الرئيس هذا، وواصله وما في فرنسا في زيارته الأخيرة في فرنسا. ما الذي فعله أكثر من مشاية بتونس؟ أن تونس هي بلد الفساد والفاسدين والمفسدين، ولا شرعية لهم ولا مشروعية، وهذه الكلام الفاضي، ويعني كلام لا يمكن أن يفهم من رئيس دولة محترمة. ولذلك نحن صرفنا النظر عن مثل هذه المهاترات، ونشد فعلا آمالنا على هؤلاء الجادين، رئيس البرلمان التونسي ورئيس الحكومة. هذه الحقيقة أنا أخالف قليلا أستاذنا سي عبد الحميد من أن هذه الزيارة، فعلا نحن نقدر أن الحكومة الليبية وقتها وشرعيتها ومشروعيتها حسب ما يقول السيد الرئيس وخطابه، أن يعني محدودة بزمن محدد ومعين، وأنها لا تستطيع أن تمضي قرارات كبرى وإلى غير ذلك. ولكن العمق الاستراتيجي وهذه الطبويات كما سميها هو في الخطاب القذافي القديم يعني، ولكن حقيقة العمق الاستراتيجي التونسي الليبي لا يمكن أن يمكن أن ينكره أحد. من ما يؤثر الرئيس السابق باجي قايد السبسي قولته الشهيرة، أن الشعب واحد في بلدين، يعني الشعب التونسي والشعب الليبي. صحيح، هم شعب واحد في بلدين، وتعرف أنه حتى الألقاب عندنا يعني واحدة تقريبا. نعم، لذلك هذا الساسة والفاعلين السياسيين ليس لهم حل إلا أن يكونوا قدر هذا الآمال المعقودة والموجودة فعلا. ماذا ما هو المطلوب؟ المطلوب بكل بساطة هو التيسير وإزالة هذه الصعوبات. من ضمن أهم هذه الصعوبات هو النقل، والآن هناك ثلاث خطوط بحرية
والخطوط التونسية في تقريبا ما كل المطارات التونسية والمطارات الليبية، هذا أمر محمود. نحن ندعو أيضا لفتح معبر مشهد صالح الذي هذا الحراك أستاذ الشعبي والثقافة، وأنا واحد من المشتغلين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية الذي يقوم عليها وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام. نعم. وأقمنا يعني ملتقيات كبرى، ملتقيات في الجنوب في تطاوين، ملتقيات في جربة، الآن نعد ملتقى الساحل ويحضره أكثر من 150 من رجال العمل والمؤسسات الليبية، أيضا ملتقى في تونس الكبرى الأربع ولايات الكبرى. هذا لماذا هذا الحراك الشعبي والحراك الثقافي؟ لأن الدبلوماسية معطلة، يعطلها رئيس لا يفهم ولا يفقه في معنى الدبلوماسية، ولذلك الشعب التونسي هو يعرف طريقه، يعرف طريقه إلى أخوته في ليبيا. المشترك التاريخي والجغرافي لابد أن يعمل عليه، لابد أن يستثمر فيه. وما المطلوب؟ المطلوب هو إطار الخدمات. تعرفوا أن الليبيين، أغلب الليبيين في القطاع الصحي الآن، من المفروض أن يسهل لهم هذه العمليات الصحية والمساحات التونسية. الخدمات في يعني الانتصاب المباشر للحرف الصغيرة والمؤسسات الصغرى والشركات الصغرى، وهذا موجود. نحن قابلنا الكثير من رؤساء المؤسسات الصغرى ورجال الأعمال، هم يشتغلون الآن، لكن قالوا لابد من تذليل بعض الصعوبات، منها الصرف. كيف يمكن أن نتعامل مع السيولة المالية أو التعامل المالي؟ هناك يعني هناك إشكالية أمنية تتحدى هؤلاء يعني في الطريق، هناك بعض الإشكاليات اللوجستية، هذه الموجودة على الطاولة الآن أمام الدبيبة والمشيشي، النظر فيها والعمل على تفادي مثل هذه المطبات، هذه المشكلات الصغيرة، وانتظار، لأنه فعلا ما يواجه الدولة، الحكومة الليبية يواجه الحكومة التونسية. نعم. هذه الحكومة التونسية فعلا هي تعاني من مشكلات أنها ليست حكومة سياسية وإنما هي حكومة تكنوقراط. صحيح أنه الحزام السياسي ضعيف، ولكن نحن أيضا في انتظار حكومة سياسية قوية، ولكن ترى هذا الحراك الشعبي، هذه الدبلوماسية الشعبية التي تريد أن تضع القدم الحقيقي، لأنه نعرف جميعا أنه يعني هذه العلاقة المتينة بين الشعبين، ونعرف أيضا أن ليبيا عائدة إلى دورها الاستراتيجي، دورها الحقيقي، لكن نأمل أيضا أن تزول غمة خليفة حفتر وجماعة خليفة حفتر. نعم. بزوال الغمة الإقليمية على المستوى يعني المصرية والإماراتية. نعم سيد عبد الله، يعني بعض المحللين أحيانا يبالغ في يعني الحديث عن توقيت الزيارات ويربط كل ذلك بالسلطة الجديدة في أمريكا والإدارة الجديدة، ويرى بأن ربما إعطاء ضوء أخضر لكل هذه التحركات الدبلوماسية والسياسية وعودة السفارات، وربما يبالغ أيضا في اعتبار مثل هذه الزيارات أيضا هي من بعد أخذ، ليس الأخذ المباشر للضوء الأخضر في التعامل مع الحكومة. يعني هل هذه التحليلات صحيحة أم فيها مبالغات في ربط كل شيء مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ لا، غير صحيح على الإطلاق. يعني مضحك أن نسمع أن رئيس الحكومة التونسي أو وزير الخارجية القطري اليوم جاء بعد استئذان أمريكا، أو أن أمريكا هي التي أمرته بالذهاب. هذا كلام غير معقول. الذي يفرض هذه الزيارات وهذه العلاقات هي المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة. صحيح أن التحول في الإدارة الأمريكية، التحول النسبي، ولا أقول التحول الجذري أو التحول الشامل، الإدارات في أمريكا تتغير ويتغير الرؤساء، يمضي جمهوري ويأتي ديمقراطي، أو يمضي ديمقراطي ويأتي جمهوري. الاستراتيجيات الأمريكية واحدة، هناك نعم بعض الاختلافات وبعض الفروقات تتعلق بطبيعة وشخصية الرئيس الذي يدخل إلى البيت الأبيض، كما هو الحال الآن بين ترامب وبين بايدن. نرى بايدن مختلف قليلا في شخصيته وفي رؤيته السياسية، لكن هذا لا يعني أن السياسة الأمريكية سوف تتغير جذريا من القضايا الإقليمية. نعم، هناك تحول في الإدارة الأمريكية، هناك موقف مختلف، رافض للحرب، رافض لتنامي النفوذ الروسي في ليبيا، لكن ما زالت ليبيا ليست من الأولويات بالنسبة للإدارة الأمريكية. لكن حتى هذا التحول النسبي الذي ساهم بقدر كبير الحقيقة، كان دور أمريكا حاسما
في الحوار السياسي الأخير الذي أنتج هذه الحكومة، وعلى ضوء التغير السياسي الذي وقع في ليبيا بمجيء هذه الحكومة عادت الدول لتقيم موقفها من العلاقة مع ليبيا، بالإضافة إلى ملفات أخرى. بالنسبة لمصر على سبيل المثال، استدارت في موقفها في الأزمة الليبية، لم تعد تراهن على حفتر، انفتحت على الغرب الليبي، بدأت الوفود تستقبل الوفود الليبية، وجاء رئيس الحكومة المصرية وبدأت تتحدث عن إعادة فتح السفارة وعن إعادة العلاقات مع ليبيا، استغلال الظرف الذي تمر به ليبيا الآن وحالة السلام وحالة التأسيس الجديدة لكي يكون لها حضور. ما الذي دفع مصر إلى هذه الاستدارة؟ بالتأكيد ليست الإدارة الأمريكية أو أوامر من الإدارة الأمريكية أو التحول في الموقف الأمريكي، وإنما المصالح الحيوية والأمنية لمصر، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومات والدول الأخرى. وبالتالي يخطئ من يعتقد أن أمريكا هي التي تتحكم في كل شيء حتى في التفاصيل الصغيرة. نعم، دولة حاسمة، دولة هي اللاعب الأول في السياسة الدولية، لها موقف وقادرة على أن تؤسس أحلاف كبيرة، قادرة على فرض رؤيتها، لكن هذا لا يعني أنها تتحكم في كل هذه التفاصيل. ومن ثم عندما نعود إلى زيارة رئيس الحكومة التونسي، فأقول أنها زيارة ذات طابع اقتصادي، تريد تنشيط الاقتصاد التونسي من خلال فتح الخطوط البرية والجوية والبحرية لتسهيل حركة التبادل التجاري، لاستقطاب السياحة الليبية لتونس سواء كانت سياحة علاجية أو ترفيهية بتخفيض بعض القيود المفروضة على المسافرين الليبيين، محاولة تأسيس من خلال وفد رجال الأعمال ومن خلال هذا المعرض تأسيس لقواعد تونسية في ليبيا تساهم في إعادة إعمار ليبيا ويكون لها نصيب من إعادة إعمار ليبيا، اطلاع رجال الأعمال على ما يطلبه السوق الليبي لتأسيس علاقة اقتصادية جديدة، زيارة الوفد القطري، وكما قلت لا علاقة لها بأمريكا. الدول، كل الدول حتى وإن كانت حليفة لأمريكا، لديها هامش تتحرك فيه وتتصرف فيه وفقا لمصالحها. لا 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 يمكن أن نقول أن هناك دولة حليفة لأمريكا أو لأي قوى كبرى وتتصرف تماما كما يملي عليها الحليف الأمريكي. نعم. فقط أن لا تعمل ضد المصالح الاستراتيجية الأمريكية، هذا هو المطلوب من حلفاء أمريكا في المنطقة العربية أو في أي منطقة أخرى، أن لا تتصرف وأن لا تعاكس الاستراتيجيات الأمريكية، غير ذلك لها مطلق الحرية والبراح في إقامة علاقاتها وفقا لمصالحها. نعم. نعم. دكتور حميد، أيضا هناك يعني سؤالي هو أين يمكن أن نضع مثل هذه الزيارات، خاصة زيارة الوفد القطري، مع هذه التقاربات في العلاقات بين مصر وتركيا، هل تعتقد بأن فيه يعني شيء من العلاقة بين زيارة الوفد القطري، دعنا من الوفد التونسي، الوفد القطري الآن الكبير حقيقة، مع هذا التقارب بين العلاقات المصرية التركية، ونحن نعلم جيدا حجم العلاقة بين تركيا وقطر؟ طبعا، بالتأكيد بالتأكيد، يعني هناك رابط وثيق بين هذه التحولات، اللي هي تحولات هي امتداد لاتفاقية جنيف، اتفاقية جنيف والحوار الليبي، اللي هي أيضا هي مبنية على اتفاقية برلين، اللي تعتبر تعبر عن توافق إقليمي ودولي، توافق ما بين مصالح الدول الكبرى فيما يتعلق بليبيا، وهي اللي أتاحت إمكانية اتفاق سياسي اللي تم في جنيف ما بين الأطراف الليبية. هذا التوافق ما بين الأطراف الدولية هو اللي خلق مناخ لعمليات سلمية لتطور مساعي الحل السلمي، وخلق مناخ لتبادل المعلومات والبحوث عن مسارات أخرى، البحث عن مسارات أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين مصر وما بين تركيا. طبعا الاثنين قوتين اقليميتين كبيرتين، ويعني استمرار التشنج في علاقة الطرفين يعني غير صحي بالنسبة للمنطقة ككل. ولذلك هذه التحولات كلها مترابطة، كلها في سلسلة واحدة، ابتداء من برلين إلى جنيف إلى الآن اللي هو التواصل ولو أنه محدود ما بين تركيا ومصر.
ولكن كله يعبر عن توجه جديد في السياسة اللي هي في إطار البحر الأبيض المتوسط وخاصة شرق البحر الأبيض المتوسط. طبعا هذا كله هناك عناصر ساعدت على دعمه، خاصة تغلغل الاتحاد السوفيتي في ليبيا، وجود قوات الفاغنر، وطبعا القوات الروسية يعني لا تنسجم مع سياسة الحلف الأطلسي ولا تنسجم مع استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هذا طبعا عامل مهم جدا، هو اللي سمح للولايات المتحدة أن هي تتيح مجال أكثر للمناورة لتركيا ولمصر وقطر. طبعا والعلاقة الوثيقة ما بين تركيا وما بين قطر خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي جعلت من هاتين الدولتين شركاء خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي. ولذلك قطر لا يمكن أن تغيب أكثر من مما غابت في المدة الماضية على الساحة الليبية، يعني حضورها ولو أنه لم يكن حضور دبلوماسي ولكن حضورها قوي جدا فيما يتعلق بالقضية الليبية. ولذلك يعني الآن المناخ ملائم لتطور العملية السياسية ولاستمرار البحث عن حلحلة الأزمة الليبية. يبقى الآن تحقيق تطور على مستوى الحل العسكري، على مستوى توحيد المؤسسة العسكرية، وهذا هو الاختناق الرئيسي الموجود الآن، وهذا هو التحدي الرئيسي اللي الآن يجعل مثلا من تواجد الروسي يعني نقطة توتر، وكذلك التواجد التركي نقطة توتر في ليبيا، عدم تمكننا من تحقيق تقدم على يعني في على المسار العسكري. نعم. سيد محمد التومي، يعني من تصريحات سيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يبدو أنه متفائل بهذه الزيارة، ووعد من ضمن ما ذكر أن بلاده ستعمل على رفع أو على تسهيل دخول المواطنين الليبيين على أراضيها ورفع القيود حتى بالنسبة لقضية التملك في تونس، وقال بأن هناك توافقا كبيرا بين وجهات النظر بين ليبيا وتونس، وقال بأنه على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. يعني سؤالي من شقين، يعني ما دلالات مثل هذا التصريح؟ ثم في ظل قصر مدة الحكومة في ليبيا على الأقل، يعني إلى أي مدى يمكن أن يتم ما وعد به السيد المشيشي، و من مراجعات للاتفاقيات من الأمور التي ذكرها في مداخلاته؟ فعلا يعني هي هذه الزيارة يمكن فهمها في إطارها الوطني، الإشكال الاقتصادي اللي يحدث في تونس إضافة للاستراع والصراعات السياسية، وهناك شق، هذا الشق الفرنسي نحن الذي نسميه، والذي لا يريد الحقيقة هذا التقارب التونسي الليبي، باعتبار أن هذا الذي كان يتحدث عنه الأستاذ عبد الحميد الحلف الجديد، يعني تركيا قطر ليبيا تونس في إطار الربيع العربي الجديد، هذا في الحقيقة هو على حساب مصالح إقليمية أخرى ترأسها فرنسا إيطاليا الإمارات ومصر وإلى غير ذلك وروسيا أيضا. الحقيقة أيضا أن أمريكا اتخذت القرار في أن ليبيا لابد أن تسير في إطار المصالحة الوطنية، الانتقال الديمقراطي يريد من أن يكون الشمعة التي تضيء في المنطقة، ولا يريد إطفاءها كما تريد فرنسا ذلك وأتباع فرنسا من هؤلاء من اتحاد الشغل وهؤلاء الاستئصاليين اليسار الاستئصالي. وليبيا في الحقيقة يعني في بحبوحة من أمرها ما دام ما فيهاش هذا اليسار الاستئصالي واتحاد الشغل على الطريقة التونسية. هذه المؤشرات عموما التي يعني نراها تأتي هذه الزيارة، الزيارة أنه كما أن ليبيا كما كان يقول الأساتذة
هي البوابة الحقيقية نحو إفريقيا، فإن تونس هي البوابة الحقيقية نحو ليبيا، والتي تضمن الأمان لهذه الشركات ورأس المال الجبان الأمريكي لابد أن يستقر هنا في تونس، ثم لأن يأتي ما يخالف ذلك في إطار حكومة أخرى، في إطار وضع أمني آخر. و أيضا أنه خليفة حفتر ما زال متربصا، الفاغنر ما زالت متربصة، لا يريدون هذا الحل السياسي السلمي، هم يريدون أن يعني هذه في إطار المنظومة العامة التي تقودها الإمارات والثورات المضادة. لكن الحقيقة أن كما كان يقول علي عبد الله صالح، يعني القطار فاتهم القطار، ولابد أن يلحقوا به، وهل يستطيعون لذلك سبيلا؟ هذه الزيارة نحن في الحقيقة نبني عليها آمالا عريضة هنا في تونس. يعني ماذا قدمت في المقابل تونس لليبيا؟ يعني فكما كان يقول الأساتذة، هناك الكثير من هذه المعطيات التي بقيت عالقة، منها التملك. نحن نعرف أن الليبيين باستطاعتهم التملك في تونس منذ زمان بعد الثورة على الأقل، ولكن هناك بعض الإشكالات العالقة وضعت على الطاولة في الآن في هذه الزيارة، كما وضعت على الطاولة هناك يعني بعض الإشكالات الأخرى، يعني منها التي تخص الإطار القانوني وماذا أقول يعني والبيروقراطية، وأكثر التسليم، لأنه في المرة الفارطة كنا في إطار ندوة جامعة بين تونس وليبيا، رأينا أن الحكم المحلي في ليبيا في الحقيقة متقدم جدا على الحكم المحلي في تونس، وهذا الذي نحن نرجو أن تكون المسألة يعني تخرج من هذه البيروقراطية الضيقة، هذه الإدارة الحقيقة التي تخلفتها الدولة ما يسمى بالدولة الوطنية في تونس، والتي عقدت كل المشاكل. لن نستطيع أن نحل هذه المشاكل بين عشية وضحاها، ولكن الحقيقة أنه وضعت كل هذه المسائل على الطاولة على السكة، ونرجو للباقي أن يأتي إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الله، يعني الآن سؤال ربما في نهاية هذا اللقاء، يعني كيف يمكن استثمار كل هذه العلاقة بين البلدين تونس وليبيا وبين ليبيا وقطر؟ وهل يمكن أيضا بناء، إن صح لي أن أعبر، بناء حلف ليبي تونسي قطري تركي؟ لا، في اعتقادي أن تونس لن تنضم إلى أي تحالفات، بالنظر إلى حالة التجاذب السياسي بين قوى سياسية مختلفة في تونس، وبالنظر إلى أن المحاور الإقليمية في المنطقة موجودة في تونس على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى البرلمان، هذا يمنع تونس من الميل إلى أي محور إقليمي أو عقد أي تحالفات سواء كانت مؤقتة أو دائمة. سيستمر الموقف السياسي التونسي من الأزمة الليبية أقرب إلى الحياد، وهذا أثر على تونس كثيرا وجعلها بعيدة عن ليبيا رغم القرب الجغرافي والتاريخي، وفتح المجال إلى دول أبعد قليلا عن ليبيا مثل المغرب لتكون فعالة أكثر. لكن بالنسبة للتحالف القطري التركي، أعتقد أنه تحالف مستمر وتحالف متين ومرشح لأن يمتد أمدا طويلا بالنظر إلى حجم المصالح المشتركة بين البلدين، ومن ثم ستكون قطر والسياسة القطرية في ليبيا هي أقرب للموقف التركي من الأزمة الليبية، الاستمرار في دعم الحلول السياسية، الوقوف والتصدي لوجه أي محاولة انقلابية، ودعم هذا الموقف على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي. ومن ثم ستؤكد قطر، أو ربما أكد وزير الخارجية القطري هذا الموقف اليوم للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق، بالإضافة إلى أعمال أخرى غير منظورة تمارسها قطر عبر دبلوماسيتها الناعمة، عبر نفوذها في دوائر صنع السياسة الغربية، بدعم الحل السياسي في ليبيا، بدعم مسار الانتخابات، بالوقوف والتصدي لكل محاولات تأجيج الصراع في ليبيا. نعم. أو إعادة بعد الصراع في ليبيا من جديد. نعم. نعم دكتور عبد الحميد، في دقيقة لك الخاتمة، يعني تعليق. نشكرك على الفرصة. هو الكلمة اللي طرحتها أنت اللي هي الحلف. نعم. الليبي التونسي التركي القطري هي فعلا كلمة موفقة وفي محلها. نعم. أنا في رأيي طبعا، نعم،
كمتابع وربما كمشارك يعني في بشكل أو بآخر. الحلف هذا موجود، الحلف الليبي التونسي القطري التركي موجود منذ فبراير 2017. طبعا. والحلف طبعا يظهر إلى السطح في لحظات معينة ويهدأ إلى، ولكن الحلف هذا موجود. نعم. ويعتبر من المحركات الأساسية للقضية الليبية. نعم. طيب أشكرك دكتور عبد الحميد النعمي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، كنت معي هنا ضيفا في الأستوديو. شكر كذلك للأستاذ محمد التومي الباحث بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتونس، كان معي ضيفا عبر سكايب من تونس، والأستاذ عبد الله الكبير المحلل السياسي كان معي ضيفا عبر سكايب من لندن. الشكر لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، حتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.